بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. أما بعد، إن شاء الله ربي يوفقنا إلى حديث رأمنا ظاهره خير وباطنه أخير من ذلك. هو بعض آداب المسجد فقدناها منذ أمد بعيد عبر عصور الانحطاط المظلمة، وكنا نحن الظالمين في أثناء تلك العصور الجاهلية. نتكلم الحق، على العهد الآن نتعاطف مع الإسلام، لكن الخطأ فينا الجنة يرى كأنه عنده من على الله أن يأتي بيوته أو يحترم الصلوات، خاصة يحاضر الصلاة الوسطى كما أمر ربنا. لكن نحصر الموضوع هنا في بعض ما هو جاري بالعمل، حيث علمنا أو لم نعلم. هو القاصد لبيت الله، هل هو قاصد وجه الله سبحانه وتعالى أم قاصدا أجرا من عند الله؟ الكيس الفطن يرى الأولى وليس الثانية، يا درجة سفلى. أن نأخذ من خيرات الله لا شيء، لا يزن شيء كبيرا أمام ابتغاء وجه الله. بالإنجليزي يقول كونتنس نفيساج فيديو، يعني في الحقيقة قبل ما تقصدوا بنيتكم، معناها زيارة بيوت الله، هيئوا روحكم تكونوا أحباب الله، وتكونوا عنكم لافة للمثول بين يديه في أماكن طيبة لا جلالها ولا قدسيتها ولا حرمتها. فلا يجوز لنا أن نتعدى عن هذه الحقائق الكبرى، حقائق لا يمكن أن القلل من شأنها. ما تصور انتم والي او امير المؤمنين وماذا طال الزمن على غياب امراء وامناء وامراء حقيقيين ربانيين، اين نحن من هؤلاء رحمهم الله؟ تصور انتم دعاكم هذا الخليفة، ان شاء الله ربي يعود منك النفحات الأولى اللي خلاها نبينا عليه الصلاة والسلام، وكنت نازلا ضيفا عنده، فماذا أحضرت للمقابلة؟ أنا متحقق لي الفرح يبلغ من درجات العلا اللي يخليكم تتقنوا كل شيء، تشوفوا روحكم بداخلكم، هل طهرتم أنفسكم من النفاق؟ وهل تخلصتم من الاتباع لهذا الامير او هذا الخليفه؟ وطهرتم هندامكم وجملتموه، وحين تقربون من بيته او مكان حكمه يزيد وجلكم ويزيد وتزيد استقامتكم، لا شك في ذلك. هذا قليل من كثير، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال حديث جميل جدا، هو دائما يعجب كيف تبتلي، وحديث قدسي بالحقيقة، وأنا إن شاء الله بحول الله أن يخص بعض أوقات الأحاديث القدسية اللي هي كلها خير وبركة بعد بركات القرآن وخيرات القرآن. كان نبينا عليه الصلاة والسلام على لسان ربنا ينطق، يقول كيف يا بشر لو دعاكم انسان مثلكم ربما اقل حظا وادبا ودينا منكم، لكنه مرموق مشهور له انه صاحب اماره وصاحب سلطان، تبكرون باش تقفوا بين يدي بابوابه وتنتظرون انفتاح تلك الابواب لعل ظاهرها رحمه وباطنها عذاب. احباب،
نبينا عليه الصلاة والسلام على لسان ربنا يقول وقت اللي انت يا بشر ادعوك الى الوصول بين يديك خاصة اثناء الصلوات سواء كان صلاة مكتوبة او غير مكتوبة وهذا بلا كبير نبداو كفوا بالصلوات النوافل وعلى ما شايفين اللي قاعدين يخسروا الكل فيما هو مفروض وفيما هو اخترناه والمفروض اختيار رب وكان رب سبحانه وتعالى يدعونا الى الحضور بين يديه لكي نعرج بالله عليكم بحق كل منا عرج اثناء صلاته حيث نرجع كل ما هو لله الا وما نرى اغلبنا يفتورون فما فتور الصلاه عند الناس الناس تعتبر الصلاه كفر قال حق من سجل وجودك لعلك تطلب المال المال من الناس اللي يفتقدوك تمجيش او من الناس اللي يشهدونك شكون كان شهادتهم هي مقبوله تغلى الحياه شهادتهم باطله بعيد المراعاه في بيوت الله اتركوها جانبا انها من سلاح الشيطان وان نتنا وان مغبتها مر عرقا احذر ولهذا هذا بداية الطريق نحو الله بيوت لابد ان يذكر فيها الله وحده يا قيل وقام وكفر السؤال واذاعه وقت واذاعه من هنا في بيوت الله يجب الخشوع لله والخضوع له بكل ما اوتينا من قوه وصدق لأن لا دفع الله يركب قدمه في بيت الله فنفقد اكثر خارج بيوت الله احذر عنا مقتلي بعض الناس يلوج ضالته ضايع حاجه كي تجي حاجه كي تشوشت على الناس جايين هنا باش يكونوا خاشعين الله في الصدق سواء كان يقرأ كتاب الله او يدعون اليه ويطلبون العفو ويطلبون الستر ويطلبون القبول وكل ما هو حسن ونطلب الله السلامه في كل اوقاتنا وكل ظروفنا يعني الانسان هنا في بيت الله يزيل من العبث لانه اذا كان يكون تحت قبضه ابليس فالارض لا نخرج من بيوت الله النعم يا عدونا وعدو ربنا سبحانه وتعالى وهو ياخذ النصيب الاكبر اثناء وجوده في المساجد هذا غير مقبول وهذا من سوء الادب الكبير وهذا من الحمق الشنيع من الحمق ان نكون اقرب الى الشيطان من قربنا الى الرحمن وفما صفوفنا ما تكونوش حاجه بسيطه الصف اقرأ صورة الصف اقرأ ما يليق بالملائكة عند فتونهم عند الله سواء كان هنا أو هناك وخاصة يوم القيامة صفوفهم يكون ربي وهو راض عن تلك الصفوف وهي بنيان وشديد لأن الذي لا يكون بين تلك الملائكة الكرام هو أدب مع الرحمن وهو امتثال ولا معصية أما نحن هنا ربما تزداد معصيتنا قبحا معصيتنا قبحا أن لا نكون مبالين بحضورنا بين يدي الله وإذا كان سعونا هنا أوجد فاعلموا أن عدونا لا يبالي بنا ويستخف بنا ونعرف تاريخنا كلما التفت الصفوف صفوف المحمدية كان النصر من نصيبنا كيف يقول ربي سبحانه وتعالى وعدنا ما استطعت من قوة هل يقول المادية والعتاد أي السلاح وكل ما هو لوجستيك لا قوة قبل كل شيء تبدأ في أفكارنا وأرواحنا وأدبنا مع الله لا بد أن تكون قوتنا منطلقة من هذه القيم قيم الاستقامة في كل شيء ثم كل أن منا يفتح عجيب مد في ساقي كان مطارت خوف خوف جدك هذا سلامك حين تنزع عليك المواد وتطوق بك البلايا والرزايا تجد اخاك معك كما كان معك وهو يلصق كتبه بكتفك ويعطيك مجالا من مجاله مش البول بتاع واحد منا منتفخ لانه ربع
فيها الكبرياء، والكبرياء كان من سمات الشياطين. ولماذا ربي سمى إبليس إبليسا؟ لأنه تغاضى وتجبر، فهو مبلس، أي حاقت به الدوائر الدنيا والآخرة، وثم بطلت حجته. هذا ما معنى الإبليس، غير اللي قلت لكم المعنى الأخرى كونه يأس من روح الله. هنا مقبلون مع أخوانكم ترجون رضا الله قبل كل شيء. هل أنتم حقيقة ينظر الله إليكم وأنتم أثناء صلاة الجماعية، أم لا ينظر إليكم يحتقركم، وربما تلاقون سخطه في الدنيا، فماذا بعد الدنيا إلا أشد شدة وأشد عذاب وتنكيل. احذروا يرحمكم الله. وربي سبحانه وتعالى يقول: فتعالى الله الحق، ربي علي مهيمن على خلقه. ولابد أن نذل ونكون مدست، هابل بالفرنسوية، ناس بسطاء مع الأرض، ومش نشعر بالموضوع هذا، يخاف الموضوع حساس، وهو يؤسس بمستقبلنا لو صححنا مفهومنا لهذا الموضوع. أبا حسن أيوه، فتعالى الله الملك الحق، الأخر سورة المؤمنون. فتعالى الله الملك الحق، إنكم بين يدي الحق، بين يدي علي مجيد جبار قهار، أحببتم أم كرهتم. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا مراعات ولا خشية، لا نخشى إلا الله، لا نخشى سواه. هنا نقول سلمنا إليك يا ربنا، ليقال لربي ادخلوا ملا ساجدين، وبنيوا بيوتكم قبلة. ابن اليهود يخبو الامر، ربما احترموه الى حد والى مدة، ونحن اين نحن من هذا الاحترام؟ تدخلوا سجدة، تدخلوا سجدة لا بأبدانكم بل لأرواحكم وأفكاركم وإرادتكم. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو. ابن المشرك والمغضوب عليهم الظالمين، يقول شو يسعوهم، شو بومش يعني يوم السبت يوم الحج، شو بومش يعني والله في تقاروا تخذوا البحث وتحسوا روحكم أذلاء، عندكم صغار منا من أوطاش منا والعياذ بالله، إلا ما القليل منها. ومن يدعو الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. شوف ربك سبحانه وتعالى يتصل به كل ما لا عزيز وكل جميل وكل كريم، أي نحن من هذه القيم الكبرى. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي الرب الذي يتولى أمرنا ويدبره ويعذبنا. أين نحن من الربوبية؟ هل احنا حقا عباد مقبطون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله، يعني إذا كان احنا مش كنا صافين مع الله فندعو غير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، حتى حد يجب نجيب برهان لرب آخر، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. شكون اللي كابر ويدرك نعمة ربي؟ نعمة ربي هنا في المساجد هي ما سلف ذكره، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي، شوف الأدب الإلهي مع الأدب النبوي الشريف على سيدنا الصلاة والتسليم، هو كان يتقلب في الساجدين، هو كان من القدماء يوسف الحالم في ذكر الله. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.